مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير يا سارة، وألف ألف ألف مبروك. ألف مبروك عليك يا أحمد، ألف مبروك لينا كلنا، وألف مبروك طبعا لحضراتكم، والحمد لله على نعمة الأهلي. ده لسان حال كل أهلاوي دلوقتي. من أسبوع بالظبط كنا بنحتفل ببطولة غالية ومهمة وكنا مستنيينها بقالنا كتير قوي، والحمد لله النهاردة بنحتفل ببطولة جديدة وبنحتفل بالثلاثية التاريخية. يعني نقدر نقول إن الحمد لله رجالتنا حققوا الهدف اللي بنسعاله من أول الموسم، وزي ما أحمد قال موسم صعب وطويل وشاق وكله مطبات، ولكن قدرنا إن إحنا نعمل ده بعد ما أمننا بطولة الدوري بفرق كبير عن أقرب المنافسين، وبعد طبعا الفوز بدوري أبطال أفريقيا على الغريم التقليدي الزمالك، وكانت فرحة كبيرة قوي ولسه حاسين بالفرحة دي وإحنا مركزين على الأهداف اللي جاية. لكن كمان قدرنا ان احنا نفوز بنهائي كاس مصر على حساب طلائع الجيش، نادي كبير وقوي وقدم الحقيقه عرض محترم جدا وقدر ان هو يصعب المهمه على النادي الاهلي، وصلنا لركلات الترجيح، ولكن الحمد لله لعبتنا عندها من الخبره والقوه والتركيز ان هي تقدر تحسم مباراه زي دي، وان فعلا يضاف اسم الجيل ده زي ما احمد قال في التاريخ. يعني بعد الجيل الذهبي بنتكلم على مستر جوزيه ومعاه لعيب عظماء كتير كانوا ابو تريكه وعماد متعب وطبعا بركات ووائل جمعه ومحمد شوقي، لعيبه كبير عشان ما ننساش حد، بس كانوا طبعا كلهم ضافوا اسمهم في التاريخ، والجيل ده الحقيقه قدر ان هو يحقق ده. قدرنا نفوز واحنا مبسوطين بالاهداف اللي جايه والتحديات اللي جايه، عينينا عليها ان احنا عندنا كتير قوي نعمله، والحقيقه رجالتنا كانوا قد المسؤوليه. احمد